على الرغم من الأزمة العالمية الخانقة التي يعاني منها العالم في نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار السلع الغذائية لمستويات غير مسبوقة، إلى جانب أيضا نقص سلاسل الإمداد، نستطيع أن نقول أن مصر حققت إنجازات كبيرة في توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين. تم ذلك من خلال التوجيهات الرئاسية المتواصلة بضرورة توافر السلع الغذائية للمواطنين وكذلك مصادر الطاقة بمختلف أنواعها، وهو ما يقف خلفه إنجازات متتالية شهدتها مصر خلال الثماني سنوات الماضية في مختلف المجالات، وخاصة مجال الطاقة التي جعلت مصر من ضمن دول قليلة في العالم دولة قادرة على تجاوز الصدمات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى وصول أسعار الطاقة والغذاء باختلاف أنواعها وباختلاف مستوياتها إلى مستويات تاريخية، ضاعفت من نسب التضخم والأعباء المعيشية على مختلف سكان العالم. للمزيد حول هذا أو مزيد من النقاش حول هذا الموضوع بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي. برحب بك يا دكتور أشرف. أهلا بحضرتك ومشاهدي القناة الكرام. يعني إذا ما جئنا لسلاسل التوريد وأزمة نقص الغذاء على المستوى العالمي، وكيف تفادت مصر بفضل التوجيهات الرئاسية هذا النقص في سلاسل الإمداد وسلاسل التوريد وتوفير السلع الغذائية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية؟ هذا أمر حقيقي ولا تخطئه العين، يعني رغم من الأزمات المتلاحقة عالميا، تاريخيا بدءا من أزمة الغذاء العالمي عام 2008، ثم أزمة كوفيد 19 في عام 2019، ثم أزمة سلاسل الإمداد، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. تلك الأزمات المتلاحقة التي تؤدي إلى تزايد عوامل عدم التأكد واللا يقين في الاقتصاد الدولي، وضغوط تضخمية مرتفعة، وضغوط على مستوى المعيشة وتكلفة المعيشة على مستوى العالم. فكانت مصر متوقية لتلك الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة دؤوبة لأداء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع أجهزة معتبرة في الدولة، جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التجارة والتموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة، ويعني جهود كبيرة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإتاحة. فلم يشعر أحد بنقص سلع في الأسواق، الأمن الغذائي متحقق بشكل كبير من خلال جهود على محورين رئيسيين، أولهما محور التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الكبرى التي لا تخطئها عين، مشروع 1.5 مليون فدان في 17 موقع في 8 محافظات، 65% منها في محافظات الصعيد التي كانت مهملة في السابق، ومشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان يقع في إطار مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، ومشروع استصلاح شمال ووسط سيناء 500,000 فدان، شرق العوينات 220,000 فدان، فضلا عن التوسع الرأسي بالعمل على استنباط أصناف قليلة المكس في التربة، قليلة الاستهلاك للموارد المائية وعالية الإنتاجية في نفس الوقت، فضلا عن مشروعات الإنتاج الحيواني التي وجه الرئيس بالأمس في اجتماع رئاسي له مع عدد من المسؤولين بتنمية الإنتاج الحيواني ومصادر البروتين الحيواني ومراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتحسين السلالات، العمل على تحسين السلالات من خلال 600 مركز 600 نقطة للتلقيح الصناعي منتشرة على مستوى الجمهورية. جهد كبير يعني تقوم به الدولة المصرية بهذا الإطار للتوقي من تلك الأزمات العالمية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الذي استعرض لنا الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية والتي أدت إلى وصول مصر وكونها قادرة على تجاوز الصدمات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. بشكرك شكرا جزيلا.